قد يكون أحد أكبر الاستثمارات حول العالم التي أعلنت خلال عام 2024 من حيث القيمة. إنه مشروع رأس الحكمة في مصر. الساحل الشمالي سيكون عاصمة المشروع. تم وضع حجر الأساس للمشروع في 4 أكتوبر بإجمالي استثمار تراكمي يبلغ 110 مليارات دولار بحلول عام 2045. إلا أن الملياردير المصري نجيب ساويرس يرى أن المشروع يستهدف العملاء من الشريحة العليا، وهذه الفئة من العملاء ليست موجودة في مصر، بل يرى أن الأوروبيين هم زبائن المشروع إلى جانب مواطني دول الخليج العربي الذين ستجذبهم اللغة الواحدة والثقافة المتقاربة، ليكون اختيار رأس الحكمة أفضل من السفر لأوروبا. مدينة رأس الحكمة تمتد على الساحل الشمالي لمصر على بعد 350 كيلومترا شمال غرب القاهرة. تصل مساحتها لما يزيد عن 170 مليون متر مربع. في فبراير 2024 حصلت مصر على 35 مليار دولار مقابل تطوير شركة إماراتية لتلك المنطقة. برأيكم هل رهان ساويرس سيصدق هذه المرة؟